بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة، التحديات مستمرة في صباح هذا اليوم بانطلاقة هذه الأسماء وهذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والمتنافسة في هذا اليوم في انطلاقات أشواط سن الجذاع وتحديات الستة كيلو مترات. هانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في أشواط هذا اليوم وانطلاقة ثامن أشواطنا في هذا الصباح الخاص بالقعدان المهجنات. ليتابع هذه الأسماء وليتابع هذه المعركة ما بين هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة. انطلق بمقدمة الشوط مشعل على المركز الأول، مطر بن حميد بن غدير بن دعيفيس الشامسي على المركز الأول يسيطر بمقدمة الشوط. المركز الثاني أجد في هذه اللحظات مرفوض، سالم بن سعيد بن سعيد العامري يتحرك على المركز الثاني وينطلق في هذه الأثناء، بينما المركز الثالث معلم على المركز الثالث عمير بن علي بن عمير الكتبي هو القادم. والمركز الرابع تابع هذا القدوم وهذا الانطلاق من بشار علي بن سعيد بن محمد الخاطري هو القادم على المركز الرابع. والمركز الخامس أتابع هذا القدوم وأتابع هذا الوصول، مغادر هو القادم في هذه اللحظات، عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي يتحرك وينطلق بانطلاقة شعار مغادر. ركز يا ابو كحيلان ركز، فالناموس مطلوب في هذا الشوط. بينما اتابع القدوم والحضور في هذه الاثناء انطلاقتي وقدومي ووصول في هذه اللحظات، شعار ياسر بن حسن بن علي المهري يتدخل بهذا الشعار من الجانب الايمن. القادمون ايضا اتابع الاسماء اتابع التدخلات. المركز السابع مبهر الفندي بن عيد بن محمد المزروعي على المركز السابع. والمركز الثامن قدوم ووصول الرصاصي محمد بن سيف بن حمد بن سالم الدرعي على المركز الثامن. المركز التاسع هناك أتابع، وأيضا المركز العاشر وصلوا نجوم هذا الموسم يتقدمون في هذه اللحظات، شعاري بن كليب وشعاري بن رشيد ينطلقون بانطلاقات كبيرة. أتابع الفائز على المركز التاسع عبد العزيز بن سيف بن كليب يتقدم وينطلق بهذا الشعار، والقادم كذلك الواضح خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن التدخل من غازي وعلي بن سالم بن حمد بوشقله المري يتدخل وينضم بهذا الشعار. هذه هي الأسماء، هذه هي التحديات، يا من تتابع ويا من تراقب هذا التنافس الكبير. والعودة من جديد إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، إلى الانطلاق الأول. مشعل 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 والثلاثة كيلو مترات انتصفت المسافة، ثلاثة كيلو مترات روحت يا اخواني، ثلاثة كيلو مترات تتبقى. وشعار بن دعيفيس على المركز الاول، مطر بن حميد بن غدير بن دعيفيس الشامسي يقدم لنا مشعل على المركز الاول. المركز الثاني الخاطري قادم بشعاره يتحرك بانطلاقة بشار علي بن سعيد بن محمد الخاطري على مستوى ثاني التحديات. والمركز الثالث وصول شعار العامري علي بن سعيد بن سعيد العامري ينطلق في هذه اللحظات بانطلاقة مرفوض على المركز الثالث. المركز الرابع وصلكم بوك حيلان يتقدم بانطلاقة وبحضور مغادر يا مغادر عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي قادمون من ميدان التحدي لأجل التحدي والفوز المدهوشي. المركز الخامس
وتابع انطلاقة مكلف سعيد بن الدحبة بن قنازل العامري يتدخل في هذه الأثناء، يتجاوز بانطلاقة جميلة بحضور كبير في هذه اللحظات. المركز السادس وصول شعار المهري ياسر بن حسن بن علي المهري وبن كليب، بدأ يقترب بدأ يهاجم هذا الشعار الخطير، هذا الشعار الكبير، ماضي ومستقبل. وهناك بانطلاقات هذا الشعار المثير يتقدم الفائز عبد العزيز بن سيف بن علي بن كريب. القدوم الهجوم، السيف هو القادم. حامد بن حميد بن حمد العديني يتقدم ويصل بشعاره وينطلق بانطلاقة هذا الشعار. قادمون أبناء المملكة من أجل الانتصار، من أجل الفوز القادم كذلك. لابق لابق لابق، سهيل بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري، يا هي اسماء يا تحديات. المركز الثامن القفاي سالم بن سعيد بن مصبح النعيمي. المركز التاسع القدوم الوصول الحضور من سمهوي سعيد بن محمد بن خلفان بن كرز يتقدم، وشعار بوشقله المري يهاجم في هذه الأثناء، ينطلق مع هذه الأسماء. ولكن لمن الفوز؟ لمن الانتصار؟ هل السوان؟ هل السوان على المركز الأول على مقدمة الشوط؟ قائد فيلق السوان يتحرك بالكيلو متر الأخير بانطلاقة بشار علي بن سعيد بن محمد الخاطري. ولكن بن كليب، بن كليب، بن كليب قادم على المركز الثاني يتحرك بالفايز عبد العزيز بن سيف بن كليب. المركز الثالث العديني وشعار العديني على المركز الثالث، بن قنازل على المركز الرابع يتدخل. ولكن الخاطري، الخاطري انطلق بالفوز. معك يا بشار علي بن سعيد بن محمد الخاطري قائد فيلق السوان يغادر بالفوز، يغادر بالانتصار. إن لم يكن لبن كليب كلام آخر على المركز الثاني، يحاول راعي الفايز، يحاول بن كليب. لمن الانتصار؟ لمن الفوز؟ الخاطري قائد فيلق السوان، قائد فيلق السوان، ولا بن كليب؟ ولا بن كليب؟ لمن الانتصار؟ لمن الناموس؟ بن كليب، بن كليب، بن كليب. الخاطري، الخاطري، الخاطري وبن كليب، بن كليب الخاطري. لمن الانتصار؟ لمن الفوز؟ لمن التحدي؟ تهانينا والناموس للجميع على هذا المستوى وعلى هذا الإبداع الكبير. هناك دخول جماعي بنحيل للجنة الخط والتحكيم. المركز الثالث القفائي سالم بن سعيد بن مصبح النعيمي. المركز الرابع، المركز الرابع مكلف سعيد بن الدحب بن قنازل العامري. المركز الخامس، المركز الخامس أشقر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس للجميع. العودة إلى التوقيت الزمني، العودة إلى لحظة الفصل. هناك 9 دقائق 16 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. والمركز الأول، والمركز الأول قائد فيلق السوان ينتزع ناموس هذا الشوط بانطلاقة بشار علي بن سعيد بن محمد الخاطري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني الفائز قدم مستوى وأداء كبير بشعار عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم بن كليب الاكتبي. حل بالمركز الثاني 9 دقائق 16 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث لحظة الوصول على المركز الثالث انطلاقة القفاي سالم بن سعيد بن مصبح النعيمي.
وتوقيت كانت 9 دقائق 20 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.